أخلت قريش مكة بكاملها مدة 3 أيام تحقيقاً لشرط صلح الحديبية. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ب2000 من صحابته وصولاً إلى المسجد الحرام لأداء عمرة القضاء. ترك صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم سلاحهم خارج مكة وأبقوا سيوفهم في أغمادها كما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقف المشركون على رؤوس الجبال يشاهدون مناسك العمرة في مشهد مهيب لإثبات الوجود، فالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في مكة وهي خالية من المشركين. تمت العمرة المباركة أواخر العام 7 للهجرة، وهنئ المسلمون برؤية الكعبة والطواف حولها لـ3 أيام. بعد انقضاء العمرة تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث خالة خالد بن الوليد وشقيقة أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعاً.